بعض الصوفية ظهروا في جهتنا وعند الإنكار عليهم في إقامة الاحتفالات بالمواد النبوية وإخبارهم أنها بدعة يجب تركها، يحتجون بأن هناك في الدين بدع حسنة مثل مكبرات الصوت في المساجد وفصل النساء عن الرجال بفاصل في المسجد ونحو ذلك. هذه عبادات، المكبرات هذه عبادات، هذه أدوات، أدوات نستخدمها مثل ما تركب السيارة تتكلم بالميكروفون أو بالإذاع، هذه أدوات أباحها الله لنا وليست من العبادة، وإنما هي للاستعانة بها على العبادة، الاستعانة بها على العبادة. فهذا لا يفهم، اللي يتكلم بالكلام هذا ما يفهم، أو أنه ملبس يلبس على الناس. فالمكبرات والسيارات والملابس والبترول اللي ظهر والاختراعات هذه كلها من المباحات ومن المنافع التي أباحها الله لنا، ليست من العبادات. أما الموالد هذه من العبادات ومن التشبه، حتى لو كانت ما هي من العبادات فهي من التشبه بالأعاجم، تشبه بالمشركين في إحياء هذه المناسبات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم، ومن ذلك التشبه بهم في هذه الأعياد. والمولد النبوي هذا ما هو عادة، هذا عبادة، لأنهم ما عملوه إلا تقربا إلى الله بحب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم يعملون على أن عبادة، فهو بدعة، فهو بدعة وتشبه بالنصارى في عيد المولد المسيح اللي جعلوه، فيه تشبه وفيه بدعة، لأنهم يعتقدون يطلبون به الأجر من الله، يقولون هذا تعبير عن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أخي، إذا أردت تعبر عن محبة الرسول فاتبعه، أما أنك تبتدع وتقول هذا تعبير، لا، هذا غلط، هذا خلاف محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا فعلت ما نهاك عنه فأنت تبغضه ولا تحب، العلامة المحبة الاتباع. فيا عجبا تعصي الإله وأنت تزعم حبه. وهذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أما أنك تخالفه ينهاك عن البدعة وتخالفه وتعمل بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، تقول أنا أحب الرسول، هذه دلالة على بغض الرسول صلى الله عليه وسلم وبغض سنته وبغض سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.